النهارده يعني اداني انطباع جميل جدا، ولعب مباراه بمنتهى الهدوء والثبات. كل الكور اللي جات له اتعامل معاها بشكل رائع، كانه لعب قبل كده 20 مباراه زمالك. الحمد لله الاداء، انا رحت له النهارده وقلت له انا مبسوط من ادائك، ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. بين الشوطين قلت له يا كابتن احمد؟ لا، قلت له كل الحاجات اللي جت عليك اتصرفت عليها صح قوي. في كوره كده، كوره ميدو الشوط الاولاني طلع قفل الزاويه القريبه كويس قوي. لا الحمد لله اداؤه رائع. الحمد لله الحمد لله. رايك عن الماتش بقى ككل؟ المباراه فيها حذر شويه، واحنا عندنا نقص كبير، عندنا 6 لعيبه ناقصين مؤثرين جدا، لكن طبعا اللعيبه الثانيه البركه فيهم وادوا مباراه طيبه. في عدم توفيق شويه في الفرص، لكن الحمد لله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله. اخر رسالات للقاء الاسماعيلي يا كابتن؟ من بكره طبعا هنستعد، وتمريننا هيكون من بكره، وان شاء الله تكون مباراه نتيجتها تحقق لنا الهدف ان شاء الله. شكرا. كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، كابتن حسام راضي عن اداء اللعيبه النهارده قدام نادي الزمالك؟ الحمد لله اكيد راضي، يعني انا راضي، وبالذات الشوط الثاني، لكن الشوط الاولاني مش راضي عنه خالص. ويعني مش عاوز اقول لك، ساعات بقول الحمد لله طبعا، ولازم اقول الحمد لله، اسف يعني، بقول الحمد لله على طول، لكن لما بتعادل طبعا ببقى متضايق، لكن هي دي كره القدم، مرت فيها كل شيء. الشوط الثاني زي ما بقول كان ادائنا افضل بكتير، كان في فعاليه هجوميه، لكن ما قدرناش نترجم الكلام ده، وفي نفس الوقت جت فرص كان لازم يبقى فيها القرارات افضل من كده لطلعت واحمد حسن، وفي واحده الوقت الجمعه، لكن ما كانش فيها توفيق، لكن هي دي الكوره. بقول الحمد لله وهنبتدي نفكر في اللي جاي. كابتن حسام بتلعب لقاء قمه، وانت قلت الحمد لله راضي، لكن كابتن حسام بشكل عام راضي على الاداء، والشوط الثاني افضل بكتير، كنا اخطر بكتير وكان في فرص كتير، لكن ما عرفناش نترجمها لاهداف. يعني كابتن حسام النهارده بتبدا المباراه وانت عندك عناصر هجوميه اساسيه متمثله في غياب بركات وتريكا وعماد متعب، يعني كلنا شفنا النهارده كنت حاولت تدفع محمد طلعت، اكيد اثر على اداء النادي الاهلي، الثلاثه دول لعيبه مؤثرين في الهجوم. لا هو في الغيابات طبعا غيابات مؤثره جدا، لكن بنشوف ان في اداء برضه، وفي نفس الوقت يمكن اذا كنت انا بتاثر بالغيابات دي بكتسب اشياء كتيره جديد، زي ما بكسب شكري، زي ما بكسب طلعت، زي ما بكسب عوده ناس كتير، فبيبقى فيها فايده برضه. رايك في شكري النهارده في اول لقاء قمه ليه؟ هو شكري بيثبت نفسه، لكن لسه قدامه مشوار طويل يعني. شكرا كابتن. ناحيه اليمين يا كابتن.